أخبار اليوم، نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي يبدأ جولة تشمل الهند والإمارات والبحرين الثلاثاء المقبل. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة خارجية تشمل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ومملكة البحرين، حيث ستركز مباحثات الرئيس في دولة الإمارات على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وأضاف السفير على يوسف أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى الهند للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والهند واهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها من أجل تحقيق مصلحة البلدين. رئيس الوزراء تجميد قرار تخصيص 10 درجات للحضور والانضباط للثانوية العامة. قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام. وجاء القرار في ضوء المناقشات التي تمت مع الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بكافة عناصرها. الخارجية والسفارات المصرية تستكمل جاهزياتها لتصويت مصري الخارج بجولة الإعادة. استكملت وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج استعداداتها لاستقبال أبناء الوطن الذين سيدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وتفتح اللجان الانتخابية وعددها 139 مقرا انتخابيا في السفارات والقنصليات حول العالم فيما عدا 4 دول، وهي ليبيا وسوريا واليمن وإفريقيا الوسطى، نظرا للظروف الأمنية اعتبارا من 9 صباحا بتوقيت كل دولة، وذلك حتى 9 مساء. البعثة الدولية تواصل متابعة الانتخابات وترصد مخالفات المرشحين. واصلت البعثة الدولية المحلية المشتركة متابعة العملية الانتخابية اليوم في كل محافظات المرحلة الأولى التي تجرى جولة الإعادة بها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأيضا محافظات المرحلة الثانية. منتخب مصر للفروسية يحتل المركز الأول ببطولة عمان الدولية. توج منتخب مصر للفروسية بالميدالية الذهبية والمركز الأول في ختام بطولة عمان الدولية للفروسية، إحدى حلقات الدوري العربي المؤهل لكأس العالم للفروسية بالسويد والمقامة بمدينة الحسين الرياضية بالأردن خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية بمشاركة 26 لاعبا مصريا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.